السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض شابتر 5، هنكمل البوتوم اب بارسنج. نحاول نعمل بسرعه ريفيجن عن الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت. انا عايزه اعمل بوتوم اب بارسنج، هستخدم بارسنج ستاك. في بدايه البارسنج هيكون الستاك امتي، هعمل مجموعه من الاوبريشن لغايه لما اكون الستارت سيمبل يكون موجود at the top of the stack. لو وصلت ان الانبوت سترينج بقى امتي والستارت سيمبل at the top of the stack، فالاكشن بتاعي بيكون accept. ايه الاوبريشنز اللي بنعملها في حاله البوتوم اب بارسنج؟ هعمل ايه؟ تو اكشنز، يا اما شيفت يا اما ريديوس. كلمه شيفت او الاكشن اللي هو شيفت، بعمل شيفت لون ترنال من الفرونت اوف ذا انبوت تو ذا توب اوف ذا ستاك. الريديوس يبقى في سترينج الفا ات ذا توب اوف ذا ستاك هيبقى ريديوس للنون ترنال ايه، لو كان في رول بتقول لي ايه از ديفايند از الفا. يعني لو كان اللي موجود ات ذا توب اوف ذا ستاك هو السترينج اللي اسمه الفا، هعمل له ايه؟ هشيله واحط مكانه النون ترنال ايه. بسمي البارسر ده بسميه شيفت ريديوس بارسر. الجرامر اللي هو هستخدم فيه الشيفت ريديوس بارسر لازم يكون اوجمانتد وذ نيو ستارت سيمبل. لو كان اس هو الستارت سيمبل فبزود نيو ستارت سيمبل اس داش، وبزود وان رول اس داش از ديفايند از اس. علشان اعمل امبلمنتيشن للبارسر، البارسر اللي انا هستخدمه في البوتوم اب بارسر سميناه ال ار 0 بارسر. هنا ال ار 0 معناها ال سكاننج الانبوت فروم ليفت تو رايت فولو رايت موست ديريفيشن ان ريفرس و0 نو لوك اهيد توك. الخطوات اللي انا بعمل بيها الامبلمنتيشن اوف ال ار 0 بارسر، الاول بكون حاجه اسمها ايتمز او ال ار 0 ايتمز، باخد نفس شكل الكونتكست فري جرامر رول او شكل البرودكشن رول، وبحط الدوت في الديفرنت بوزيشن عشان اعرف البارسر وصل فين وهو بيدستنجوش رايت هاند سايد اوف سام رول. فبيبتدي من اي جرامر رول اكون مجموعه من الايتمز عن طريق ان انا احط الدوت في الديفرنت بوزيشن. يبقى اول حاجه بكون ال ار 0 ايتمز. الايتمز دي ليها مينينج، لو كان الدوت في الاول خالص قبل السترينج فده بسميه initial item، معناها we are about to recognize the non-terminal ده using this rule. لو كان الدوت في الاخر ده معناها complete item، يعني خلاص السترينج والمفروض ان انا هعمله reduce باسم non-terminal اللي موجود to the left. بعد ما برسم ال LR0 item ببتدي اكون NFA of LR0 item. ال NFA of LR0 item كل الستيتس بتاعته بتمثل لي الايتمز اللي موجوده عندي. وانا بعمل ترانزيشن باخد في بالي لو كانت الدوت قبل نون تيرنال هيبقى في ترانزيشن اون ذيس نون تيرنال، معناها ان انا هعمل بوش للنون تيرنال ده انتو ذا ستاك. بعد لما اعمل له ريدكشن بسام سترينج فببتدي احط ابسلون ترانزيشن لكل الانيشال ايتم اوف ذيس نون تيرنال. هكون ال NFA of LR0 item، وبعد كده هحول ال NFA ده الى DFA باستخدام السبسيت كونستراكشن اللي احنا اخدناها في شابتر 2. وانا ببين البارسنج اكشن في الستاك باخد في اعتباري ان انا دايما بفولو الدي اف اي اوف ايتمز. معنى كده ان انا لازم اعمل ايه؟ لازم دايما اعمل بوش للستيت نمبر انتو ذا ستاك. يعني انيشيالي مثلا لو ستاك امتي وانا في الدي اف اي كانت ستيت 0، فبكتب هنا بعمل بوش للستيت نمبر في البارسنج ستاك. وادي الانبوت سترينج، هعمل مجموعه من الاوبريشن، اي مره بتنقل لستيت جديده بعمل بوش للستيت نمبر انتو ذا ستاك. خلاص بعد ما كونت ال DFA المفروض ان انا باخد decision هل هقدر اكمل بال LR0 ولا لا. عشان اقدر اكمل بال LR0 يبقى لازم الجرامر يبقى اسمه LR0 جرامر. امتى يحصل الكلام ده؟ لو كل state يا اما تكون shift state يعني containing only one containing only shift items or reduce state containing single complete item. وكان في 2 examples اخدناهم المره اللي فاتت وقلنا ان هما not LR0. هنكمل دلوقتي ناخد مساله كامله للجرامر ونشوف هنعمل فيها الستبس كلها ازاي لغايه لما اخلص ال LR0 parsing. ادي الاكزامبل اللي كان فاضل لنا المره اللي فاتت ناخده دلوقتي. دلوقتي كان مديني جرامر consider the grammar A is defined as left bracket A right bracket or small a، وبيقول لي عايز اعمل ايه البارسنج using shift reduce parser. اول حاجه هعملها ان انا هعمل augmentation للجرامر with new start symbol اسمه a dash. يبقى هبتدي ازود rule بتقول لي ان ال a dash is defined as a، وادي الرول الاصليه بتاعتنا اهي. بعد كده الخطوه اللي بعديها بعمل جنريشن لل LR0 items. يعني ايه؟ يعني هكتب
كل رول بالديفرنت بوزيشنز للدوت في الرايت هاند سايد. يعني الرول الاولانيه ادي الدوت قبل الاي، ادي الدوت بعد الاي. الرول الثانيه اللي هي الاي از ديفايند از ليفت براكت اي رايت براكت، هحط الدوت اهي في الديفرنت بوزيشن. اخر رول اللي هي الاي از ديفايند از سمول اي، هتبقى الاي از ديفايند از دوت اي او اي دوت. يبقى كده انا كتكونت مجموعه من الايتمز عندنا. هنا الايتمز دول كام؟ دول 8 ايتمز. يبقى هعرف ان انا لما اجي اكون ال NFA، لما اجي ارسم ال NFA لازم هيبقى عدد الستيتس اللي فيه برضو لازم يبقوا 8. لازم كل الايتمز موجودين فين؟ في كستيت في ال NFA. الخطوه اللي بعديها بكون ال NFA of LR0 items for this grammar. اول حاجه ال start state of the NFA هي دي اللي بتمثل لي ايه؟ ال initial state of the parsing. المفروض ان التاج بيبقى empty we are about to recognize the non-terminal. يبقى كأن أول رول عندي اللي هي الـ A dash is defined as dot A هي اللي هتكون موجودة كأيتم في الـ start state of the NFA. هنا الـ dot قبل الـ A يبقى في transition on A للـ state اللي اسمها A dash is defined as A dot، وفي epsilon transition للـ initial item of A. فين الـ initial item of A؟ أنا عندي الـ A defined two rules، يا إما A is defined as left bracket A right bracket or small A. يبقى يا إما الـ initial item هيكون الـ dot قبل في الأول خالص هنا أو الـ dot قبل small A. يبقى كأن أنا هكون two states هروح لهم بالإبسلون transition للـ initial items of A. يبقى الـ A is defined as dot left bracket A right bracket. الستيت هنا A is defined as dot small A. كده أنا عملت إبسلون transition للـ initial item of A. نبتدي ناخد الستيت دي، هنا الـ dot قبل الـ left bracket. يبقى ممكن أعمل shift بالـ left bracket. لو حصل إن في transition on left bracket هتنقل الستيت فيها الايتم A is defined as left bracket dot A right bracket. مجرد انا بحرك الدوت حوالين ال A left bracket. كده خلاص انا جبت new state. وانا في الستيت دي هنا الدوت قبل capital A قبل non terminal، يبقى في transition on A وفي epsilon transition لل initial items of non terminal A. يبقى اجي ال initial items اهو اللي هو ده وده، و transition on capital A هيديني هنا ايه؟ هحرك الدوت حوالين ال A تبقى left bracket A dot right bracket. هكمل هنا في ممكن اعمل transition with right bracket الى ال complete item ده اللي هو ال A is defined as left bracket A right bracket dot. نكمل من هنا، هنا ال dot قبل small A يبقى في transition on A لل state اللي فيها ال item A is defined as A dot. دي كنا برضه قلناها اللي هي ال A dash is defined as A dot. نلاحظ هنا ايه؟ خلاص كل ال states دول بيمثلوا لي complete item، يبقى no more transition. عشان اتاكد ان الشغل بتاعي سليم لازم اتاكد ان عدد الستيتس اللي موجوده في ال NFA بتساوي عدد الايتمز اللي انا مكونها. هنا انا عندي 8 ايتمز وفعلا عدد الستيتس 8 ستيتس. بعد ما جبت ال NFA of LR0 items المفروض ان انا اعمل ايه؟ ابتدي اكون ال DFA، اكون ال DFA of LR0 items. هجيبها ازاي؟ DFA of LR0 items ابتدي احول ال NFA الى ال GFA using the subset construction. وانا بعمل ال subset construction هاجي اشوف مثلا هنا وانا في start state، يبقى ال start state of the GFA هتتكون من ال start state دي مع ال epsilon closure بتاعها. يبقى هاخد ال state دي وال state دي وال state دي مع بعض in one state. يبقى ادي ال start state of the GFA في transition on A واشوف رايح فين، هحولها بالطريقه العاديه بتاعتنا من ال NFA الى DFA. ده كان شكل ال DFA of sets of LR0 items بالنسبه للمساله دي. طيب بعد ما وصلت للكيس دي خلاص جبت ال DFA، المفروض ان انا اعمل ايه؟ اخد decision، هل هقدر اكمل parsing using ال LR0 parser ولا لا؟ يعني هل الجرامر بتاعي LR0 ولا لا؟ فابتدي تست كل state منهم. انا هعمل numbering state اجي 0 1 2 3 لغايه 5. State number 0 كل الايتمز اللي فيها shift items. State number 1 دي complete item. State number 2 يعني الاكشن فيها هنا ده هيبقى reduce، هنا برضو ده complete item يبقى ده reduce. State دي shift state يبقى ما فيش مشكله هتبقى shift state. State دي بتمثل لي برضو shift state. State دي بتمثل لي complete item يبقى هي reduce state. يبقى كل state في الـ DFA يا إما shift state containing only shift items or reduce state containing single reduce item. لو كانت reduce يبقى لازم فيها single reduce item، لكن ما فيش مشكلة إن يكون في أكتر من shift state. لو كان كده يبقى الجرامر بتاعي is LR0 grammar. يعني إيه LR0 grammar؟ يعني can be parsed using LR0 parser. طب
طب يبقى في الحاله دي انا مطلوب مني اعمل ايه؟ اكون البارسنج تيبل. ادي الدي اف اي بتاعنا اهو، هبتدي اكون البارسنج تيبل. نشوفه كده ستيب باي ستيب هنعمله ازاي. عدد الستيتس في الدي اف اي هنا 6 ستيتس، يبقى هكون تيبل عدد الانترز اللي فيها اهو من 0 الى 5. ادي الستيت نمبر اهو من 0 الى 5. كل ستيت يا اما تكون يا شيفت يا ريديوس، يبقى احط كولوم هنا بيقول لي ايه هو الاكشن، يبقى الاكشن بتاعي يا شيفت يا ريديوس. لو كان شيفت المفروض ان انا عارفه ايه الترنال اللي ممكن اعمل بيها شيفت، فبكتب هنا الانبوت بحط فيه الترنالز الموجوده في الجرامر. الجرامر ما فيهوش ترنالز غير الليفت براكت والسمول اي والرايت براكت. ادي الانبوت ترنالز اللي موجوده عندي، وممكن يحصل جو تو ان سام نون ترنال اسمه كابيتال اي. طب وانا في ستيت هبتدي اشوف كل ستيت لوحدها، وانا في ستيت نمبر 0، وانا في ستيت نمبر 0 الستيت دي هي شيفت ستيت، يبقى الاكشن فيها شيفت. لو جالي ليفت براكت هروح لستيت رقم 3، في الليفت براكت هروح لستيت رقم 3. لو جالي سمول اي هروح لستيت نمبر 2 اهو. لو جه ما فيش في ترانزيشن اون كابيتال اي هروح لستيت نمبر 1، يبقى ترانزيشن اون نون تيرمينال اي هروح لستيت نمبر 1. ستيت 1 دي بتمثل لي ريديوس ستيت، لو كانت ريديوس ستيت فلازم اكتب الرول اللي انا هعمل بيها ريدكشن. معلش خدوا بالكم بس في الدايجرام هنا ال 9 دي غلطه، هي اي داش ال 9 هي معموله في التايبنج غلط، اسمها هنا اي داش از ديفايند از اي دوت. يبقى ستيت نمبر 1 دي ريديوس ستيت، هتعمل ريديوس باي ذا رول اي داش از ديفايند از اي، فلازم احط كولوم للرول. لو الكولوم ده بيبقى مكتوب فيه الرول لو انا بعمل ريديوس، لكن لو انا بعمل شيفت مش مكتوب فيه حاجه. ستيت نمبر 2 برضو دي ريديوس ستيت لان ده كومبليت ايتم، هي ريديوس وذ ذا رول اي از ديفايند از سمول اي. ستيت نمبر 3 ممكن يحصل شيفت، في انا دي شيفت ستيت، ممكن تعمل شيفت بايه؟ لو ليفت براكت هرجع لنفس الستيت اللي هي ستيت 3، لو سمول اي هروح لستيت 2 اهو، لو جو تو اون نون تيرمينال كابيتال اي هروح لستيت نمبر 4. ادي ستيت نمبر 4. ستيت نمبر 4 دي شيفت ستيت برضو، فيها ترانزيشن اون رايت براكت لستيت نمبر 5، يبقى في ترانزيشن هنا اون رايت براكت لستيت نمبر 5. واخر ستيت عندي اللي هي ستيت 5، هنا ممكن اعمل ريديوس وذ ذا رول اي از ديفايند از اي بتوين براكتس. دي ريديوس ستيت، ممكن اعمل ريديوس وذ ذيس رول. كده انا كونت ايه؟ كونت البارسنج تيبل يوزنج ذا ال ار 0 بارسر. يبقى اللي فاضل ان هو في المساله انه يديني سم سترينج ويطلب مني تو شو ذا بارسنج اكشن. مطلوب هنا دلوقتي ان انا ابين البارسنج اكشن لو انا بعمل بارسنج فور سم سترينج. هو مديني السترينج هنا 2 left brackets A 2 right brackets according to LR0 parsing algorithm. هبتدي أبين ادي table of the parsing action، عايز أبين ايه هي ال content of the parsing stack. step number 1 أو start state of the parser، المفروض ان انا هيكون عندي ايه stack empty، وهعمل push لل start state number. start state number هنا هي state number كام؟ 0. يبقى أول state هبتدي فيها هي state number 0. ال input string بكتبه كله واخره الدولار ساين. انا دلوقتي الستيت اللي موجوده at the top of the stack هي ستيت 0، والنكست انبوت بتاعي هو الليفت براكت according to the parsing table، وانا في ستيت 0 وجالي الليفت براكت المفروض اعمل شيفت واروح لستيت نمبر 3. يبقى الاكشن بتاعي هكتب هنا الاكشن هقول له شيفت، والنكست ستيت نمبر هتكون ستيت 3، يبقى هعمل شيفت للليفت براكت وهروح لستيت رقم 3. وانا في ستيت 3 وجالي انك الانبوت توكن كان ليفت براكت اكوردنج تو البارسنج تيبل، وانا في 3 وجالي الليفت براكت برضو هعمل شيفت وهفضل في 3 زي ما انا. يبقى هنا هعمل شيفت للليفت براكت وهفضل في ستيت رقم 3. وانا في ستيت 3 والنكست انبوت بتاعي كان سمول اي، وانا في ستيت 3 وجالي سمول اي، يبقى هروح لستيت 2. يبقى الاكشن بتاعي ان انا هعمل شيفت واروح لستيت نمبر 2، هشيفت الـ A واروح لستيت رقم 2. بس ستيت 2 من التيبل هي الاكشن فيها ريديوس كابيتال A وذ سمول A، يبقى كأن الاكشن بتاعي ستيت 2 كان بيعمل ايه؟ ريديوس وذ ذا رول A از ديفايند ات سمول A، معناها ان انا اشيل الرايت هاند سايد اوف ذا رول واعمل له ريبليسمنت بالنون تيرمينال اللي موجود تو ذا ليفت. يبقى هشيل سمول A واعمل بوش في الستاك للنون تيرمينال اللي اسمه كابيتال A، وانا بشيل ايه سمول ايه هشيل معاها الستيت نمبر اللي جنبها، يبقى كان انا هريبليس بايه؟ بالنون تيرمينال اللي اسمه كابيتال ايه.
وارجع للبارسنج تيبل. لو انا في ستيت 3 وجالي النون ترنال اللي اسمه كابيتال A، وانا في ستيت 3 وجالي النون ترنال اللي اسمه كابيتال A، هروح لستيت كام؟ 4. يعني هنا هبوش ستيت نمبر 4 في البارسنج ستاك. وانا في ستيت نمبر 4 والنكست توكن بتاعي كان الرايت براكت 3 وجالي الرايت براكت، يبقى المفروض هنا فين هنا الاكشن بتاعي. خلاص انا دلوقتي في ستيت 4 وجالي رايت براكت، يبقى الاكشن بتاعي شيفت، يبقى هشيفت الرايت براكت وهروح لستيت 5. ستيت 5 الاكشن فيها ريديوس، يبقى هعمل ايه؟ يبقى هريديوس with the rule a is defined as a between two brackets. هنا لما اجي اعمل ريديوس هعمل ايه؟ هشيل الليفت براكت a رايت براكت كلهم بالستيتس اللي حواليهم، وهشيلهم واعمل بوش مكانهم لستيت نمبر كابيتال A. بشيلهم كلهم بحط مكانهم النون ترنال اللي اسمه كابيتال A. وانا في ستيت 3 وجالي كابيتال A هروح لستيت نمبر 4 accordingly البارسنج تيبل. ستيت نمبر 4 والرايت براكت هعمل شيفت للرايت براكت واروح لستيت رقم 5. ستيت 5 الاكشن فيها to reduce with the non ternal A is defined as A between brackets. يبقى معنى كده ان انا عايزه اشيل left bracket A right bracket كل دول واحط مكانهم capital A. يبقى هشيل كل السترينج اللي موجود في الستاك وريبليس ات وذ نون ترنال اللي اسمه كابيتال A. طيب اكوردنج للبارسنج تيبل وانا في ستيت 0 وجالي كابيتال A هروح لستيت نمبر 1. هروح لستيت نمبر 1. ستيت 1 وجالي والانبوت توكن كان دولار، ايه الاكشن؟ 1. ستيت 1 دي ريديوس مهما كان اللي موجود في الانبوت، بتريديوس وذ ذا رول A داش از ديفايند از A. معنى كده ان انا المفروض الستيت دي لما اعمل لها ريديوس وذ ذا سيمبل اللي اسمه A داش، الاكشن هنا كما لو كان بالظبط اكسبت. ليه؟ لما اعمل ريديوس وذ ذا رول A داش از ديفايند از A، فاللي موجود في الستاك هو الA الستار سيمبل اللي هو الA داش، وفي نفس الوقت الانبوت سترينج بقى امتي لان انا عندي الانبوت بتاعي بقى دولار، يبقى الاكشن اكسبت. فدايما الريديوس وذ ذا رول A داش از ديفايند از A هي نفسها مقابله للاكسبت. يبقى خلاص وصلنا لاخر ستيب واصبح في اكسبت، يبقى الاكشن بتاعي او خلاص بقول ان السترينج اللي هو جيفن كانبوت كان بي بارسد يوزنج ذا ال ار 0 بارسر، وادي البارسنج اكشن اللي تم. ده كان اخر اكزامبل موجود في بارت 1 من شابتر 5 قبل ما نبتدي في النوع الثاني من البارسر اللي هو ال ال ار 1. اللي عنده بقى اي اسئله في الجزء دوت اللي عنده اي اسئله بسنت بسنت ايوه في اي اسئله؟ لا تمام. في حد عنده اي اسئله يا باشمهندسين يعمل ريز هاند. في حد عنده اي اسئله؟ دلوقتي هنبتدي في الجزء الثاني من شابتر 5. لو فرض ان انا جيت اعمل ال ار 0 بارسر لقيت ان الجرامر بتاعي از نوت ال ار 0، ايه اللي انا هعمله؟ احنا خدنا المره اللي فاتت خدنا دلوقتي راجعنا مع بعض ال ار 0 بارسنج، كنت بعمل ايه في ال ار 0 بارسنج؟ كنت بكتب الاول ال ار 0 ايتمز، وبعد كده ببتدي ارسم ال ان اف اي اوف ال ار 0 ايتمز، بعد كده هعمل كونستراكشن للجي اف اي اوف سيتس اوف ال ار 0 ايتم باستخدام السبسيت كونستراكشن. هنا هبتدي اتشيك هل الجرامر بتاعي ال ار 0 ولا لا. لو كان الجرامر بتاعي عشان الجرامر يكون ال ار 0 زي ما قلنا if and only if each state في الدي اف اي يا اما shift state يعني containing only shift items or reduce state containing single complete item. طب لو فرض ان انا لقيت ان الجرامر بتاعي cannot be parsed using
ال ار 0 بارسر. هعمل ايه؟ هضطر ان انا استخدم نوع تاني من البارسر اسمه ال ار 1 بارسر. يبقى اللي هناخده النهارده ان شاء الله اسمه ال ار 1 بارسر، هو اسمه ال ار 1 بارسر او سيمبل ال ار 1، ساعات بنكتبه اس ال ار 1. يبقى البارسر اللي هناخده دلوقتي هو سيمبل ال ار 1 بارسر، اس ال ار 1 بارسر. ال 1 دي معناها ان هو هيستخدم 1 لوك اهيد توكن ان ذا بارسنج. يبقى السيمبل ال ار 1 اور اس ال ار 1 parsing using the DFA of sets of LR0 items. يعني عشان تحل المسألة باستخدام ال SLR1 parser هتبتدي برضو بنفس السيكونس اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت. هبتدي اكون ال LR0 items، هكون ال NFA، هكون ال DFA، وزي ما قلنا هلاقي ان انا مش قادرة اشتغل بال LR0 فهضطر اشتغل بال SLR1. ازاي انا استخدام one look ahead token ممكن يحسن لي البارسنج؟ بدل ما يخلي فيه البارسنج باستخدام ال LR0 مش قادر اكمل البارسنج بال LR0، استخدام one look ahead token هيخليني اقدر اعمل البارسنج using ال SLR1 parser. بيعمل ايه؟ It increases the power of LR0 parsing using the next token in the input string to direct its action. يعني دايما بيبقى عنده one look ahead token عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال next token اللي جاي لي في ال input string. بيستخدم ال next token in the input string as a look ahead token. ليه؟ to direct the action of the parser. بيعمل ايه؟ It consults the input token before a shift to make sure that an appropriate DFA transition exists. يعني لو لقى دلوقتي ان في shift action لازم يتأكد ان الشيفت ده مقابل له one transition في ال DFA. يبقى it consult the input token قبل ما يعمل shift action، لازم يتأكد ان في transition في ال DFA matched with this terminal. لو كان عايز يعمل ريدكشن فلازم يتأكد ان ال next token اللي موجود في اللوك اهيد توكن belongs to the follow set of the non-terminal. يبقى it chooses the follow set of the non-terminal to decide if a reduction should be performed. لو عايز يعمل ريدكشن، يعني لو لقى ان الاكشن بتاعه to reduce with some rule، عشان اعمل reduce يبقى اعمل ايه؟ لازم اشيل ال string اللي موجود at the top of the stack و replace it بال non-terminal اللي موجود في left hand side with some rule. بس هو مش هينفذ الريدكشن الا لو اتاكد ان النكست توكن اللي هو هيستخدمه از لوك اهيد توكن موجود في الفولو سيت اوف ذا نون تيرمينال اللي عايز يعمل بيه ريدكشن. يبقى الاس ال ار 1 بيعمل ايه؟ قبل ما يعمل شيفت لازم يتاكد ان في ترانزيشن ماتشد ذيس تيرمينال اللي هو اللوك اهيد توكن، وقبل ما يعمل ريديوس لازم يتاكد ان اللوك اهيد توكن بيلونجز تو ذا فولو سيت اوف ذا نون تيرمينال اللي عايز يعمل بيه ريدكشن. نشوف step by step كده ايه هو الالجوريثم اللي احنا هنستخدمه. The SLR1 parsing algorithm. Let us be the current state at the top of the parsing stack. Then the actions are defined as follows. إذا كانت S هي state at the top of the parsing stack. فبيقول لي أول step A. If state S contains any item of the form A is defined as alpha dot x beta where x is a terminal and x is the next token in the input string, then the action is to shift the current input token onto the stack, and the new state to be pushed on the stack is the state containing the item alpha x dot beta. تاني، هو دلوقتي بيتشيك الستيت at the top of the stack. لو كانت الستيت at the top of the stack S فيها item بالصورة دي، A is defined as alpha dot x beta والx ده terminal. في حالة ال LR0 كنت بقول مباشرة اعمل شيفت، لا هو هنا مش هيعمل شيفت غير لما يتأكد ان في ترانزيشن مقابلة له في الـ DFA. فلو كانت الـ X دي ترنال لازم، وكان الـ X ده هو الـ next token in the input string، يبقى الأكشن بتاعه ان هو يعمل شيفت الـ current input token onto the stack. هيعمل شيفت لما يتأكد ان في ترانزيشن matched X ليه؟ الـ state اللي هي موجود فيها الـ item A is defined as alpha X dot beta. الاكس ده تيرمينال والاكس ده هو اللوك اهيد توكن اللي هو الكرنت انبوت توكن الموجود في النكست توكن الموجود في الانبوت. يبقى الاكشن تو شيفت الكرنت انبوت توكن اون تو ذا ستاك والنيو ستيت اللي هيدخلها في الستاك كونتيننج ذا ايتم اي از ديفايند از الفا اكس دوت بيتا. طيب اف ستيت اس فيها كان كومبليت ايتم اي از ديفايند از جاما دوت، المفروض ان انا بعمل ايه؟ ده كومبليت ايتم، يبقى انا محتاجه اعمل reduce. reduce يعني ايه؟ اشيل السترنج اللي موجود at the top of the stack و replace it بالنون تيرمينال ايه؟
الحقيقة انا مش هنفذ الكلام ده الا لو كان اللوك اهيد توكن هو تيرمينال موجوده في الفولو سيت اوف ذا نون تيرمينال ايه. فهعمل ايه؟ بيقول لي if state s contain a complete item a is defined as gamma dot and the next token in the input string is in the follow of a, then the action is to reduce by the rule a is defined as gamma dot. يبقى امتى اعمل reduce؟ لو لقيت complete item. فبيقول لي اتاكد الاول ان اللوك اهيد توكن موجود في الفولو سيت اوف ذا نون تيرمينال. لو كان كده اعمل reduce with this rule و push ال A onto the stack, push ال non terminal into the stack. يبقى لو كان في ال complete item ده and the next token in the input string is in the follow of A, then the action to reduce by the rule A is defined as gamma dot. طب افرض ان انا بعمل reduction with the rule اللي هي S dash is defined as S. لو جيت طلبت منك مثلا كان ال S dash ده هو ال start symbol او S هو ال start symbol وال S dash اللي هو ال augmented start symbol. A reduction by the rule S dash is defined as S where S is the start symbol the equivalent to A acceptance. امتى؟ لو ال next input token is dollar, ده اللي قلناه قبل كده. لو انا بيقول لي اعمل reduction with the rule S dash is defined as S وكان ال input token خلاص بقى empty, يعني ما فيش في ال token في ال input string إلا dollar sign. لو كان ال next input token dollar يبقى معنى كده ال input string خلاص بقى empty, وانا وصلت ان انا موجوده عندي الستارت سيمبل انتو ذا ستاك, يبقى الاكشن ده equivalent to acceptance. يبقى وانت بتعمل reduction لو لقيت ال reduction by the rule s dash is defined as s والاس ده الستارت سيمبل فده equivalent بالظبط لمين؟ ل acceptance. ده هيحصل امتى؟ لو next input token كان dollar. In all other cases في اي reduction state النيو ستيت بحسبها ازاي؟ لو انا بقول لك مثلا هتعمل reduction with the rule a is defined as gamma, فالمفروض ان انا بشيل جاما كل السترينج اللي اسمه جاما بكل الستيتس اللي موجوده فيه وهعمل مكانه بوش للستارت سيمبل اللي اسمه A وهبوش للنون تيرمينال اللي اسمه A. هشيل كل السترينج جاما وهبوش ال A اونتو ذا ستاك. لما اشيل الجاما هشيل معاه كل الستيت نمبرز اللي حواليه. يبقى in all other cases the new state is computed as follows. Remove the string gamma and all its corresponding states from the parsing stack. Backup in the DFA to the state from which the construction of gamma began. واعمل backup للمكان اللي فيه الجاما هتبقى موجود. Push A onto the stack and push the new state. يبقى بنعمل ايه؟ لو انا عندي reduction by the rule A is defined as gamma, هشيل الجاما بكل الstate numbers اللي حواليها. وهرجع في الدي اف اي للستيت اللي كنت قبل ما اعمل كونستراكشن للجاما وهبتدي اشوف النيو ستيت نمبر هتبقى كام وهعملها بوشنج في البارسنج ستاك. If the next input token is such that neither of the above two cases applies, an error is declared. يبقى ده الالجوريثم اللي اسمه LR1 parsing algorithm. لو حد عايز يسأل اي حاجة في الالجوريثم ده قبل ما نكمل. رضوى رضوى حبيبة تمام يا دكتور. في أي أسئلة يا باشمهندسين هنكمل. طيب خليكي معايا يا حبيبة. تمام يا دكتور. دلوقتي لو انا بقول لك ده ال SLR1 parsing algorithm بتاعي ممكن اعمل يا اما shift يا اما reduce يا اما accept لو كان السترينج ده فاضي. طب لو انا بسالك دلوقتي سؤال ايه اللي امتى اقول ان الجرامر بتاعي هيكون SLR1؟ احنا اتفقنا في حاله ال LR0 عشان يكون LR0 parser يكون LR0 grammar الستيت بتكون فيها يا shift يا reduce. طب ايه اللي انا عملته زياده في ال LR1 خلاني اقدر ان انا نفس الستيت ممكن يكون فيها شيفت وريديوس ولكن اقدر اعمل له بارسنج باستخدام ال LR1 او ال SLR1؟ اني بقيت اقدر اشوف اللوك اهيد توكن باستخدام اللوك اهيد توكن. هعمل ايه دلوقتي؟ بيقول لي وي سي ذات ا جرامر از ان SLR1 جرامر اف اند اونلي اف فور اني ستيت اس ذا فولوينج تو كونديشنز ار ساتسفايد. ركزوا معايا في الحته دي. أنا دلوقتي إمتى أقول إن الجرامر بتاعي SLR1؟ لو كان نفس الستيت يكون فيها
one shift item one reduce item ولكن in two different look ahead tokens. يعني مثلا لو قال لي for any item a is defined as alpha dot x beta امتى اعمل shift؟ لو كان الx ده موجود كترانزيشن في DFA. طب لو كان عندي one complete item b is defined as gamma امتى اعمل reduce عند النون تيرمينال اللي موجود في الفول اوف بي؟ ما ينفعش اعمل شيفت وريديوس عند نفس اللوك اهيد توكن. يبقى الشرط ان انا اقول ان الستيت دي تعمل شيفت ان الاكس نوت بيلونجز تو ذا فولو سيت اوف بي. يبقى فور اني ايتم اي از ديفايند از الفا دوت اكس بيتا ان اس وذ اكس از ا تيرمينال ذير از نو كومبليت ايتم بي از ديفايند از جاما دوت ان اس وذ اكس از ان ذا فول اوف بي. يبقى الشرط ان اللوك اهيد توكن اللي ممكن يعمل لي شيفت ما يبقاش موجود في الايه الفولو سيت اوف ذا نون تيرمينال اللي اسمه بي، ما يبقاش موجود ان ذا فولو اوف بي، لان انا اللي موجود ان ذا فولو اوف بي هيقول لي اعمل ريديوس وانا هنا في اكشن اسمه شيفت، فلازم الكيس اللي هيحصل فيها الشيفت تختلف عن الكيس اللي هيحصل فيها الايه الريديوس. يبقى فور اني ايتم اي از ديفايند از الفا دوت اكس بيتا ان اس وذ اكس از ا تيرمينال ذير از نو كومبليت ايتم B is defined as gamma dot in S with X is in the follow of B. الشرط ان ال look ahead token X ما يبقاش موجود in the follow of B او مفيش non-turn مفيش rule او مفيش item اسمها B is defined as gamma dot بحيث ان ال X موجود in the follow of B. طب لو انا لقيت two reduce items two complete items موجودين في نفس ال state يعني هنا ممكن يسبب لي ما بقاش عارفة اي rule فيهم اللي هتعمل ايه اللي هتعمل reduce. مثلا واحد فيهم A is defined as alpha dot واحد فيهم B is defined as B dot الأولاني يعمل reduce امتى بالرول دي عند ال look ahead token belongs to the follow of A هنا هعمل reduce عند ال look ahead token اللي موجود in the follow of B عشان أخلي نفس ال state فيها two complete items وكل واحدة فيهم تعمل reduce in different case لازم ال non term ال terminals اللي موجودة in the follow of A ما تكونش موجودة in the follow of B أو معناها إن ال follow of A intersect follow of B is empty بحيث إن الحالة اللي هيتم فيها reduction برول الأولانية تختلف عن الكيس اللي هيتم فيها reduction برول التانية يبقى مفيش أي A contradiction. يبقى الشرط لو عندي two complete item A is defined as alpha dot one complete item B is defined as beta dot in S لازم يبقى ال follow of A intersect follow of B يبقى empty. طب لو حصل violation لل first rule معايا حبيبة؟ ال first rule بتقول لي إن لو كان في one complete item و one shift item الشرط إن ال x ما تبقاش موجودة in the follow of b لو حصل violation لده في الحالة دي ال state ممكن تعمل shift و reduce في نفس الوقت يبقى a violation of the first of these condition هتؤدي إلى إيه؟ shift reduce conflict. لو حصل shift لو حصل violation للرول الأولانية ده بيؤدي الى shift reduce conflict. اما لو حصل violation للرول الثانيه هيحصل ايه؟ ان هنا reduce conflict هيحصل ان رول two rules وعايزين نعمل reduction بيهم في نفس الوقت ده هيؤدي الى reduce conflict. يبقى violation of the second of these condition represent a reduce conflict. اوكي اوكي معايا انت يا حبيبه رضوى؟ في حد عنده أي أسئلة في الـ SLR1؟ في حد عنده أي أسئلة في الـ SLR1؟ السنة اللي فاتت اتسألوا في الـ condition اللي ممكن تخلي الـ grammar بتاعه SLR1 للأسف محدش عارف يحل يكتبها معناها مجرد 2 steps. أحمد خالد أحمد خالد معانا؟ لا كله تمام. أنا بخاف منكم لما ألاقي كل الناس فاهمة كل حاجة فأنا مببقاش عارفة أنتوا فاهمين ولا مش فاهمين. هاجر ايه في حد عمل ريز هاند بس مش باين عندي مين؟
هو دكتور دلوقتي بالنسبة للمنهج عامة، هي بس الفكرة إن إحنا ما بنسألش أوي في المحاضرة، لأن إحنا يعني مع الخبرة اكتشفنا إن إحنا الدنيا ما بتبانش معانا زي ما حضرتك قلت غير لما بنحل بإيدينا، فعشان كده إحنا بنهدى خالص كان في المحاضرة، ولما نقعد نحل في السكشن بقى بنبدأ إن إحنا الدنيا تظبط معانا، بس فعشان كده إحنا ما بنسألش كتير. اه بس يعني بقى في شيرنج برضو، يعني عايزة حد يسأل ويقول لي اشرح حاجة تاني، محدش بينطق اي حاجة، يعني اعمل ريز هاند اللي عايز يسأل اي حاجة، بحيث لو في حاجة ممكن نعيدها عشان ما تجيش بعد كده. يعني ان شاء الله النهاردة هنخلص الكورس بإذن الله، فانا عايزة اللي عنده اي أسئلة في اي حاجة. يعني احنا ممكن احنا نجمع مثلا الاسئله للليكشر اللي جايه، بحيث الناس تبقى خلاص يعني جربت بايديها وكده، لان الناس دايما ما بتحبش انها اللي هي تقعد تطلب من الدكتور تعيد وكده، عشان كده كده المحاضره متسجله. فاحنا انا مثلا بعمل كده، يعني برجع للمحاضره في الاخر مثلا بالليل ولا حاجه، برجع الحاجات اللي فاتتني او ما ركزتش فيها قوي، بدل ما نقعد نعيد ونزيد يعني. بس ده الكونسبت اللي احنا كنا ماشيين بيه. الحمد لله. اوكي تاني يا باشمهندسين، انا بعد ما خلصنا هيجي يسالك ديسيجن، بعد ما تجيب الدي اف اي هيقول لك هل الجرامر بتاعك اس ال ار 1 ولا لا، فبتبتدي تشيك اي ستيت فيها بعض الايتمز تعمل شيفت وبعض الايتم تعمل ريديوس. لازم تتاكد ان التيرمينال لو كان اللوك هيد توكن ده ممكن يسبب شيفت ما يبقاش موجود في الفولو سيت اوف ذا نون تيرمينال اللي ممكن تعمل بيه ريديوس. في الحاله دي مفيش مشكله، او لو فرض ان في تو ريديوس ايتمز، تو كومبليت ايتمز يعملوا ريديوس، لازم تتاكد ان الفولو اوف اي انترسكت فولو اوف بي از امتي. لو حصل فيوليشن لرول 1 فده هيسبب لي شيفت ريديوس كونفليكت، لو حصل فيوليشن لرول 2 ده هيسبب ريديوس كونفليكت. ناخد اول اكزامبل عندنا، الاكزامبل ده احنا حليناه المره اللي فاتت اللي هو كان اي داش از ديفايند از اي، اي از ديفايند از اي بلس ان اور ان. اول حاجه كتبت ال ار 0 ايتمز وعملنا ادي كان ال ار 0 ايتمز كتبناها كلها، وبعدين رسمنا ال ان اف اي اوف ال ار 0 ايتمز. ده نفس الاكزامبل اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. بعد ما جبت ال ار 0 ايتمز في كاستيتس في ال ان اف اي، حسبنا الجي اف اي اوف سيتس اوف ايتمز، نفس الاكزامبل اللي عملناه المره اللي فاتت. لما وصلنا لغايه الستيب دي قلنا ان الجرامر ده كانوت بي ريديوسد باي ال ار 0 بارسر. حد يعرف يقول لي السبب؟ باشمهندس احمد مصطفى اللي كان معايا دلوقتي، الجرامر ده is not LR0 ليه؟ لان هو كان في اتنين بروسيس بتخليني ان انا ما اقدرش ان انا استخدمه في الاخر، هيديني امبيجوتي، بس مش فاكر اسمهم ايه، كانت شيفت و هنا مفيش بروسيس خالص، انا بتست كل ستيت موجوده في الايه الدي اف اي. انا وصلت الستيب دي جبت الدي اف اي، كلكم بتحلوا لغايه الجزء ده صح، الان اف اي والجي اف اي. وانس جبت الجي اف اي هتبتدي تشيك كل ستيت بتاعتك. الشرط ان يكون الجرامر اقدر اكمله باستخدام ال ار 0 ان كل ستيت يا اما كونتيننج اونلي شيفت ايتمز اور كونتيننج سنجل ريديوس ايتم، فببتدي اعمل تشيك لكل ستيت من الستيتس دي. هنا ستيت نمبر 0 دي شيفت ولا ريديوس يا احمد؟ يبقى دي شيفت وريديوس، فعشان كده كانت فيها مشكله اللي هي كانت دلوقتي ستيت تقريبا 0. ستيت 1 ركز معايا، ركز معايا، ستيت 0 شيفت ولا ريديوس؟ ستيت 0 شيفت ستيت ولا ريديوس ستيت؟ اعتقد دي كان فيها الاثنين تقريبا. ستيت 0 دي شيفت ستيت، ستيت 0 بالضبط موجوده هنا، ستيت 0 دي شيفت ستيت، ستيت 2 دي ريديوس ستيت، ستيت 3 دي شيفت ستيت، ستيت 4 دي ريديوس ستيت. لكن تعالى الستيت نمبر 1 فيها 2 ايتمز، واحد فيهم بيقول لي اي داش از ديفايند از اي دوت، ده كومبليت ايتم ممكن يعمل ريديوس باي ذا رول اي داش از ديفايند از اي، وده بيمثل لي شيفت ايتم. الشيفت ايتم ليه؟ لان الدوت قبل البلس، فستيت نمبر 1 فيها 2 ايتمز، واحد ممكن يعمل ريديوس وواحد ممكن يعمل شيفت. اذا لو حصل كده يبقى الجرامر از نوت ال ار 0 جرامر، يبقى كانوت بي بارسد يوزنج ال ار 0. امال ايه اللي احنا هنزوده دلوقتي؟ ان انا اعمل تشيك هل ينفع ان انا اشتغل بالاس ال ار 1 ولا لا. امتى اعرف اقدر اشتغل بالاس ال ار 1؟ لو لقيت تو ايتمز يدوني تو اكشنز مختلفين، يبقى لازم ايه الكيس اللي هيحصل فيها الريديوس تختلف عن الكيس اللي بيحصل فيها الايه الشيفت. هنا هيحصل شيفت امتى؟ لو اللوك اهيد توكن او النكست توكن اللي جاي هو عباره عن البلس. امتى هيحصل ريديوس؟
لو كان اللوك اهيد توكن belongs to the follow set of E dash. يبقى الخطوة اللي بعملها هنا ان انا بجيب الفولو سيت اوف ذا نون تيرمينالز اللي موجودة في المسألة. بعد ما بجيب الفولو سيت بشوف امتى هيحصل الريدوس في ستيت 1 وامتى هيحصل الشيفت في ستيت 1. لو كانوا الاثنين زي بعض يبقى هقول ان الجرامر ده از نوت اس ال ار 1. لو لقيت الكيس اللي بيحصل فيها الشيفت تختلف عن الكيس اللي بيحصل فيها ريدوس يبقى في الحالة دي هقول ان انا ممكن اكمل بالاس ال ار 1. الخطوة اللي بعديها ان انا اجيب الفولو سيت اوف ذا نون تيرمينال. عايز اجيب الفولو اوف اي داش والفولو اوف اي. نرجع للجرامر بتاعنا. اجل اي داش از ديفايند از اي، اي از ديفايند از اي بلس ان اور ان. عايز اجيب الفولو سيت اوف اي داش. الاي داش ده الستارت سيمبل، يبقى الفولو اوف اي داش كونتيننج دولار، دولار ساين، ومفيش اي حاجه ثانيه فيها الاي داش في الرايت هاند سايد، يبقى الفولو اوف اي داش موجود فيها ايه؟ الدولار اهي. الفولو اوف اي داش هي الدولار ساين. بالنسبه للاي، الاي ديفايند في الرول دي، وهنا الاي موجوده في اليمين في الرول الاولانيه. هنا الفول اوف اي كونتينز الفول اوف اي داش، يبقى معنى كده ان الفول اوف اي موجود فيها الدولار ساين. من الرول الثانيه اللي بيجي بعد الاي هو البلس، يبقى كان انا هزود البلس على الفول اوف اي اوف اي، يبقى الفول اوف اي فيها مين؟ فيها الدولار والبلس. يبقى الفول اوف نون تيرمينالز هيبقى الفول اوف اي داش في الدولار والفول اوف اي موجود فيه الدولار والبلس. كده انا جبت الفول سيت اوف ذا نون تيرمينال. خلاص عايزة اتأكد الكيس بتاعتنا، احنا قلنا ان الجرامر is not LR0، عايزة اتشك هو LR1 ولا لا. اعمل ايه؟ اجي state number 1 اللي فيها المشكلة اشوف امتى هيعمل shift وامتى هيعمل reduce. هيعمل shift عند look ahead token اللي هو اسمه plus. هيعمل reduce امتى؟ لو look ahead token belongs to the follow of E dash والfollow of E dash اللي هو مين؟ دولار. يبقى الكيس بتاعت الشيفت تختلف عن الكيس بتاعت الريديوس، يبقى هنا مفيش اي كونفليكت، يبقى اقدر استخدم الاس ال ار 1. عشان كده مكتوب هنا ايه؟ This grammar is not LR0 but it is SLR1. يبقى بعد ما بجيب الفولو سيت باخد الديسيجن هل ينفع اكمل بالاس ال ار 1 ولا لا. لقيت ان انا الحاله اللي هعمل فيها الشيفت تختلف عن الحاله اللي هعمل فيها الريديوس، يبقى الجرامر بتاعي از اس ال ار 1 او اقدر اكمل باستخدام الاس ال ار 1. يبقى اعمل ايه؟ ارسم البارسنج تيبل. هنا في البارسنج تيبل بقول ان نفس الستيت ممكن تكون فيها شيفت او ريديوس، بس لازم تختلف اللوك اهيد توكن في الحالات المختلفه دي. فانا الفرق هنا وانا بعمل البارسنج تيبل في الاس ال ار 1 مش هحط كولوم للاكشن، لان انا كنت بحط كولوم للاكشن لو كان الجرامر او كنت هستخدم ال ار 0، لكن في ال ار 1 ما بحطش كولوم للاكشن، وبحدد في كل انتري هل هي بتعمل شيفت ولا ريديوس. لو كانت شيفت بكتب قبلها اس، لو كانت ريديوس بكتب قبلها ار. يبقى في الانتري نفسها بقول هي شيفت ولا ريديوس، لان انا ممكن في نفس الستيت بعض اللوك هيد توكن تعمل لي شيفت وبعض اللوك هيد توكن تعمل لي ريديوس. فان ذا تيبل شيفت از انديكيتد باي ذا لاتر اس ان ذا انتري اند ا ريديوس باي ذا لاتر ار. يبقى انا ممكن اي انتري يكون فيها يا شيفت يا ريديوس عن طريق ان انا بكتب في اي انتري بكتب قبل الاكشن بكتبه في الاول بقول له اس لو انا هعمل شيفت وار لو هعمل ريديوس. فالبارسنج تيبل هيبقى مكتوب فيها ايه؟ الستيت نمبر، الانبوتس اللي موجوده، والجو تو كولوم لو في جو تو اون سام نون تيرمينال. ايه الانبوتس اللي ممكن تكون موجوده عندي؟ ايه التيرمينالز اللي ممكن تكون موجوده كتوكن كنكست توكن اللي هي الان والبلس، وبزود الدولار لو كان في اخر السترينج. والجو تو بكتب هنا اسم النون تيرمينال اللي موجود عندي، انا ما عنديش غير نون تيرمينال واحد اللي هو الاي. وانا في ستيت 0، ستيت 0 دي ممكن لو جالي اللوك اهيد توكن كان ان هعمل شيفت واروح لستيت 2، ولو جالي كان اللوك اهيد النون تيرمينال بتاعي اي ممكن اعمل في جو تو النون تيرمينال اي لستيت رقم 1 اهو. ستيت 1، ستيت 1 هنا بقول فيها تو اكشن، بس الاكشن او اللوك اهيد توكن اللي بيحصل عنده شيفت يختلف عن اللي بيحصل عنده ريديوس. لو جالي بلس هعمل شيفت واروح لستيت 3، يبقى عند البلس هعمل شيفت كتبت هنا اس واروح لستيت رقم 3. امتى اعمل ريديوس هنا وذ ذا رول اي داش از ديفايند از اي؟ عند التيرمينالز اللي موجوده في الفولو سيت اوف اي داش، والفولو سيت اوف اي داش فيها كام؟ فيها دولار. يبقى عند الدولار هعمل ريديوس وذ ذا رول E dash is defined as E. بس الريدكشن with the rule E dash is defined
with A هي نفسها مقابلة لمين؟ للأكسبت. يبقى عشان أعمل reduce with the rule A dash is defined as A كأني بالظبط بعمل A accept. State number 2 ده complete item يبقى ممكن يعمل reduce. Reduce with the rule E is defined as N. إمتى أعمل reduce؟ لو اللوك هاد توكن belongs to the follow set of E. لو اللوك هاد توكن belongs to the follow set of E. follow set of E موجود فيها مين؟ الدولار والبلس. يبقى عند الدولار والبلس هعمل ايه؟ reduce with the rule E is defined as N. بكتب الار اللي بره دي معناها انا بعمل reduce وبين قوسين بحط اسم الرول اللي انا هعمل بيها reduction. يبقى reduce with the E is defined as N. state رقم 3 دي shift state. هعمل shift لو جالي N واروح ل state رقم 4. يبقى state 3 وجالي N هعمل shift واروح ل state رقم 4. state 4 ده complete item هيعمل reduce لو ال lookahead token belongs to the follow of E. ال follow of E موجود فيها مين؟ الدولار والبلس. يبقى عند الدولار والبلس هعمل reduce with the rule E is defined as E plus N. هنا هعمل reduce ال E is defined as E plus N. يبقى عند البلس والدولار هعمل reduce with E with the grammar rule E is defined as E plus N. كده أنا كونت مين؟ كونت ال parsing table of SLR1 parser. لو اداني اي string اقدر ابين الايه هي الparsing action بتاعه. فافترض ان هو بيقول لي find the parsing action for a parse of the string n plus n plus n. هبتدي ادي الparsing actions هبينهم في التيبل ده. state number 1 الparsing stack بيبقى empty ما فيهوش غير الدولار ساين وهعمل push لstart state number اللي هي state number 0. اول state عندي هي state رقم 0. الانبوت بتاعي بكتب السترينج اللي هو n plus n plus n وبكتب في اخره الدولار ساين. هبتدي اشوف لو انا في ستيت 0 واللوك اهيد توكن بتاعي كان n 0 واللوك اهيد بتاعي التوكن بتاعي كان n. يبقى الاكشن تو شيفت ال n في الستاك والنيو ستيت نمبر هتبقى ستيت 2. يبقى هشيفت ال n في الستاك والنيو ستيت نمبر هتبقى ستيت رقم 2. يبقى هكتب له هنا الاكشن شيفت وروح لستيت 2. ستيت 2 واللوك اهيد توكن بتاعي كان بلس اكوردنج للتيبل 2 وعند البلس هعمل ريديوس وذ ذا رول اي از ديفايند از ان. يبقى هكتب له هنا في الاكشن هتعمل ريديوس وذ ذا رول اي از ديفايند از ان. الريديوس ده بيعمل ايه؟ بشيل الان بالستيت نمبرز اللي حواليه واعمل بوش للاي. يبقى هشيل ال N وجنبيها ال state number بتاعتها واعمل push لل non-terminal اللي اسمه E. طب حطيت ال E هنا اعرف اروح لأي state ازاي؟ ارجع لل table. لو انا كنت في state 0 وجالي E هروح لل state 1. يبقى من هنا لو انا في 0 وجالي E هروح لل state رقم 1. وانا في state 1 وال look ahead token بتاعي كان plus يبقى ال action according لل table من 1 وجالي بلس هعمل شيفت واروح لستيت رقم 3. يبقى هعمل شيفت واروح لستيت رقم 3. يبقى شيفت البلس والنكست ستيت رقم 3 اكوردنج للتيبل. لو كنت في ستيت 3 واللوك هيد توكن بتاعي ان هعمل شيفت واروح لأربعة. يبقى شيفت الان واروح لستيت 4. ستيت 4 واللوك هيد توكن بتاعي بلس اكوردنج للتيبل هيقول لي ريديوس وذ ذا رول اي از ديفايند از اي بلس ان. يبقى عايز اشيل الاي بلس ان كلها واحط مكانها اي. يبقى هشيل الاي بلس ان بالستيت نمبرز اللي حواليها كل الجزء ده هيتشال واحط مكانه الاي. يبقى وصلت ان انا عندي 0 اي. اعمل ايه؟ ارجع للبارسنج تيبل. لو انا في ستيت 0 وجالي اي بروح لستيت 1 يبقى هعمل بوش لستيت نمبر 1 اونتو ذا بارسنج ستاك. وانا في ستيت نمبر 1 والانبوت بتاعي كان بلس according للتيبل هعمل شيفت واروح لستيت رقم 3. يبقى هعمل شيفت للبلس واروح لستيت رقم 3. وانا في ستيت 3 واللوك اهيد توكن بتاعي ان هعمل شيفت واروح لاربعة. يبقى هعمل ايه؟ هشيفت الان واروح لستيت رقم 4. ستيت رقم 4 واللوك اهيد توكن بتاعي كان دولار 4 واللوك اهيد توكن بتاعي دولار بيقول لي reduce with the rule E is defined as E plus N. يبقى هعمل ايه؟
reduce with the rule e is defined as e plus n. يبقى هعمل ايه؟ هشيل e plus n كلها بالstates اللي حواليها واعمل push للnonterminal اللي اسمه e. according to table وانا في 0 جالي e هروح لstate رقم 1. 1 واللوك اهيد توكن بتاعي دولار وانا في state 1 واللوك اهيد توكن بتاعي دولار ساين، يبقى الاكشن بتاعي هيكون accept. يبقى الاكشن بتاعي accept، يبقى انا خلصت خلاص الparsing of the string n plus n plus n. لو في حد عنده اي اسئله لغايه دلوقتي، في حد عنده اي اسئله؟ نكمل. طيب ناخد جرامر تاني برضو اخدناه المره اللي فاتت. كان هنا s dash is defined as s، s is defined as left bracket s right bracket s or f. اول حاجه بعملها ايه؟ ببتدي اكتب الايتمز الLR0 items، هرسم الـ NFA of LR0 items برضو ده رسمناه المره اللي فاتت. اللي بعديها هحول الـ NFA الى DFA باستخدام السبسيت كونستراكشن. وصلنا للـ DFA of sets of items. لغايه الستيب دي هيجي يسالك سؤال، هل الجرامر ده كان بي بارسد يوزنج LR0 parser ولا لا؟ لو بصينا كده هلاقي state number 0 فيها item ممكن يعمل لي shift، وفيها item تاني ده complete item ممكن يعمل لي reduce with the rule s is defined as epsilon. يبقى state 0 فيها shift reduce conflict بالنسبة لل LR0 parser. state رقم 2 برضو فيها shift item ممكن يعمل لي shift لو جاله left bracket، وممكن يعمل reduce with the rule s is defined as epsilon. يبقى برضو فيها shift reduce conflict بالنسبة لل LR0 parser. state 4 برضو نفس الكلام، فيها item بيعمل shift و item بيعمل reduce، يبقى مش هقدر استخدم ال LR0 parser. يبقى this grammar is not LR0 grammar. طب عايز اعرف هو SLR1 ولا لا؟ اعمل ايه؟ الاول اجيب ال follow set، اجيب ال follow set لل non-terminal. ادي ال non-terminal بتاعتنا. ال follow of s dash، s dash ده ال start symbol، يبقى ال follow of s dash containing dollar. بعد كده عايز اجيب ال follow of s، ال follow of s contains the follow of s dash، يبقى فيها الدولار، فيها الدولار ساين. من الرول الثانيه الفولو اوف s ممكن يجي بعدها كمان الرايت براكت، يبقى الفولو اوف s فيها حاجتين، فيها الدولار ساين وفيها ايه الرايت براكت، مفيش اي حاجه ثانيه. يبقى الفولو اوف s dash فيها الدولار ساين، الفولو اوف s فيها الدولار والرايت براكت. طيب الستيتس اللي هي 0 و2 و4 كان فيهم كونفليكت بالنسبه لل LR0 parser، هل ينفع ما يبقاش فيهم كونفليكت بالنسبه لل LR1 ولا لا؟ نشوف. احنا قلنا في ستيت 0 كان ممكن انها تعمل شيفت في حاله الليفت براكت وتعمل ريديوس بالابسلون. عايز اعرف هل ينفع ان انا استخدم ال LR1 ولا لا؟ فهشوف امتى بيحصل شيفت. بيحصل شيفت لو اللوك ات توكن هو الليفت براكت، وبيحصل ريديوس عند الفولو سيت اوف ذا نون تيرمينال اللي اسمه اس. الفولو سيت اوف ذا نون تيرمينال اس هو عباره عن ايه؟ الدولار ساين والرايت براكت، بينما الشيفت بيحصل عند الليفت براكت. يبقى الكيس اللي بيحصل فيها شيفت تختلف عن الكيس اللي بيحصل فيها ريديوس. يبقى ستيت 0 ما فيهاش اي كونفليكت بالنسبه لل SLR1 parser. ستيت 2 نفس الكلام، ما كنتش هقدر استخدم فيها ال LR0، لكن بالنسبه لل LR1 بيحصل شيفت عند الليفت براكت وبيحصل ريديوس عند الفولو سيت اوف اس اللي هي الدولار والرايت براكت، يبقى ما فيش اي كونفليكت بالنسبه لل SLR1. نفس الكيس بالنسبه لستيت 4 ممكن يحصل شيفت عند الليفت براكت ويحصل ريديوس عند الفولو سيت اوف اس اللي هو الدولار والرايت براكت، يبقى برده مفيش مشكله. يبقى الجرامر ده از اس ال ار 1 بارسر، او اقدر اكمله باستخدام الاس ال ار 1 بارسنج تيبل. طيب نحاول نكون التيبل مع بعض. هنا اقدر الجرامر ده از اس ال ار 1 بارسر، اس ال ار 1 جرامر، واقدر اعمل له بارسنج يوزنج اس ال ار 1 بارسر. هبتدي اكون البارسنج تيبل. في هنا الكولوم الاولاني الستيت نمبر، بعد كده بكتب ايه هي التوكنز اللي ممكن تجي لي كانبوت توكن، والجو تو بحط فيه اي نون ترنال موجوده عندي. انا ما عنديش نون ترنال غير الاس بس. الانبوت توكنز اللي ممكن تبقى موجوده از لوك هيد توكن الليفت براكت والرايت براكت والدولار ساين لو كان السترنج بتاعي بقى امتي. هبتدي اتشيك كل ستيت،
ستيت نمبر 0. لو جالها ليفت براكت ممكن تعمل شيفت، يبقى لو جالها اللوك اهيد توكن ليفت براكت هتعمل شيفت، والنكست ستيت نمبر هتكون ستيت 2، يبقى لو جاله ليفت براكت هيجيله شيفت ويروح لستيت 2. بينما هنا في كومبليت ايتم بيقول لي اس از ديفايند اس دوت، معناها انها بتريديوس وذ ذا رول اس از ديفايند اس ابسلون. امتى هتعمل الريديوس ده؟ عند الاليمنتس اللي موجوده في الفيلو سيت اوف اس، اللي هي عند الدولار والرايت براكت. يبقى عند الدولار والرايت براكت هعمل ريديوس وذ ذا رول اس از ديفايند اس ابسلون، اس از ديفايند اس ابسلون، يبقى ستيت 0. عند لو اللوك هيد توكن بتاعي رايت براكت او دولار هعمل ريديوس وذ ذا رول اس از ديفايند اس ابسلون. بينما لو جالي لوك هيد كان جو تو اون ذا نون تيرمينال اس هروح لستيت رقم 1. ستيت نمبر 1 فيها الايتم اللي هو اس داش از ديفايند اس اس دوت. لو انا ده كومبليت ايتم، امتى اعمل ريديوس وذ ذيس ايتم؟ لو اللوك هيد توكن بيلونجز تو ذا فولو سيت اوف اس داش، الفولو سيت اوف اس داش فيها مين؟ فيها دولار. يبقى عند الدولار لازم اعمل ريديوس وذ ذا رول اس داش از ديفايند اس اس. هي نفس الرول دي، معناها ان انا بعمل اكسبت، لان انا خلاص الستارت سيمبل بقى موجود ات ذا توب اوف ذا ستاك، وفي نفس الوقت الانبوت سترينج بقى امتي ما فيهوش غير الدولار ساين، يبقى في الحاله دي الاكشن بتاعي تو اكسبت. ستيت نمبر 2، ستيت نمبر 2 فيها ايه؟ ستيت نمبر 2 ممكن يحصل لي شيفت لو جالي ليفت براكت، عند الليفت براكت هعمل شيفت والنكست ستيت هفضل في نفس الستيت اللي هي ستيت 2. وممكن اعمل reduce with the rule s is defined as epsilon عند اللوك اهيد توكن موجود في الفولو سيت اوف اس. ايه اللي موجود في الفولو سيت اوف اس؟ اللي هو الدولار والرايت براكت. يبقى عند الدولار والرايت براكت هعمل reduce with the rule s is defined as epsilon، s is defined as epsilon. في نفس الوقت لو جالي النون ترنال اللي اسمه s هعمل ايه؟ هروح لستيت رقم 3، يبقى من هنا هروح لستيت رقم 3. ستيت 3 دي شيفت ستيت، تعمل شيفت لو جالها رايت براكت وتروح لستيت رقم 4. ستيت 3 وجالها رايت براكت تعمل شيفت وتروح لستيت 4. ستيت رقم 4 فيها 2 ايتمز، واحد ممكن يعمل شيفت لو جاله ليفت براكت ويرجع ل 2 يبقى هيشيفت ويروح لستيت 2 لو جاله رايت right، لو جاله ليفت براكت. وفي نفس الوقت هيريديوس وذ ذا رول اس از ديفايند اس ابسلون. امتى هي reduce with s is defined as epsilon؟ لو كان s is defined as epsilon عند ال elements اللي موجودة في ال follow set of s. ال follow set of s موجود فيها الدولار وال right bracket، يبقى عند الدولار وال right bracket هعمل reduce with epsilon، s is defined as epsilon، وفي ال look ahead token عند ال right bracket والدولار. state 4 ولوك وجالي ال non terminal اللي اسمه s، هروح لستيت رقم 5، يبقى go to s to state number 5. state number 5 ده complete item. complete item ممكن يعمل reduce with this rule عند اللوك اهيد توكن belongs to the follow of s اللي هو الدولار والرايت براكت. يبقى عند الرايت براكت والدولار هعمل reduce with the rule s is defined as s between brackets s. كده انا كونت البارسنج تيبل، كونت ال SLR1 parsing table. اخر خطوه في المساله هيقول يعمل ايه؟ يديني string ويطلب مني ان انا اعمل ابين ال parsing action to parse this string. string اللي هو مديهوني، مديني اقواس كده left bracket right bracket left bracket right bracket، ادي ال string بتاعنا ومطلوب مني اعرف هل هو ده valid string في اللانجوج ولا لا، او اعمل parsing للstring ده. فابتدي ال parsing action بتاعتنا، هعمل ايه في ال parsing action؟ ادي الستيب نمبر، ادي البارسنج ستاك، الانبوت والاكشن. هبتدي البارسنج ستاك امتي وبكتب بعمل بوش للستارت ستيت نمبر اللي هي ستيت نمبر 0. اكتب الانبوت سترينج واكتب في اخره الدولار مارك. هبتدي اشوف وانا في ستيت 0 وجالي ليفت براكت اكوردنج للتيبل من 0 وعندي ليفت براكت، الاكشن بتاعي تو شيفت والنكست ستيت نمبر هي ستيت نمبر 2، فبكتب هنا الاكشن تو شيفت والنكست ستيت نمبر 2، يبقى هشيفت الليفت براكت وبوش النكست ستيت نمبر اللي هي ستيت 2.
state 2 واللوك اهيد توكن بتاعي كان رايت براكت اكوردنج للتيبل وانا في state 2 واللوك اهيد توكن بتاعي رايت براكت المفروض اعمل ايه reduce with the rule as is defined as epsilon يبقى هستخدم الرول دي for reduction يبقى من هنا الاكشن to reduce with the rule s is defined as epsilon معناها ان انا اشيل الحاجه اللي موجوده في الرايت هاند سايد وبوش لستارت سيمبل نيم اللي هو s طب ايه هو المقابل هنا ليا انا بقول بشيل الامبتي سترينج واعمل بوش للاس يعني مش هشيل اي حاجه وهبوش الاس accordingly البارسنج تيبل وانا في ستيت 2 وجالي s اهو وانا في ستيت 2 واللوك اهيد وجالي النون تيرمينال اللي اسمه s يبقى هروح لستيت رقم 3 يبقى من هنا 2 جالي S هروح لستيت رقم 3 ستيت 3 واللوك اهيد توكن بتاعي كان الرايت براكت يبقى هعمل شيفت واروح لستيت رقم 4 يبقى هشيفت الرايت براكت واعمل بوش لستيت نمبر 4 والانبوت بتاعي ليفت براكت اكوردنج للبارسنج تيبل هعمل شيفت واروح لستيت 2 يبقى هشفت الليفت براكت واروح لستيت رقم 2 بس ستيت رقم 2 لو كان اللوك اهيد توكن بتاعي رايت براكت الاكشن من التيبل بتقول لي ريديوس وذ ذا رول اس از ديفايند از ابسلون معناها ان انا هشيل السترنج ات ذا توب اوف ذا ستاك واستبدله بالنون تيرمينال تو ذا ليفت ايه السترنج المقابل ليها ده الامبتي سترنج يعني بدل ما يبقى فيه مفيش اي سترنج هبوش الاس يبقى هعمل بوش للاس اكوردنج للبارسنج تيبل وانا في 2 وجالي S هروح لستيت رقم 3 ستيت 3 واللوك اهيد توكن الرايت براكت اكوردنج للبارسنج تيبل هعمل شيفت واروح لستيت رقم 4 يبقى هشيفت الرايت براكت واروح للنكست ستيت نمبر اللي هي ستيت رقم 4 ستيت رقم 4 و اللوك اهيد توكن بتاعي كان دولار ستيت رقم 4 بتعمل لي ريديوس وذ ذا رول اس از ديفايند از ابسلون معناها ان السترنج at the top of the stack هريبليس ات with s يبقى الامبتي سترنج مكانه هحط الاس او هبوش الاس من التيبل 4 وجالي اس هروح لستيت رقم 5 ستيت 5 واللوك اهيد توكن بتاعي دولار هعمل ريديوس وذ ذا رول s از ديفايند از ليفت براكت s رايت براكت s نبص كده دي هنعملها ازاي من اول هنا ادي ليفت براكت s رايت براكت s كل النمبرز دي left bracket s right bracket s كل الستيتس دي هتتشال السترنج كله بما فيه الستيت نمبرز هشيل كل دول واحط مكانهم الاس وبوش الاس وارجع للبارسنج تيبل لو انا في ستيت 4 وجالي s المفروض بروح لستيت 5 يبقى من هنا 4 وجالي s هروح لستيت رقم 5 يبقى هبوش ستيت نمبر 5 ستيت 5 وجالي دولار ستيت 5 وعند الدولار هريديوس with this rule يبقى هريديوس with the rule s is defined as left bracket s right bracket s يبقى هشيل من اول هنا left bracket s right bracket s بالstate numbers اللي حواليها واعمل push للstate اللي اسمها s 0 جالي s من الparsing table هروح لstate 1 بس state 1 لو اللوك اهيد توكن بتاعي دولار 1 واللوك اهيد توكن بتاعي دولار يبقى الاكشن بتاعي تو اكسبت يبقى الاكشن بتاعي تو اكسبت يبقى كده طالما وصلت الاكسبت يبقى انا خلصت البارسنج للسترنج اللي هو جيفن ليا عشان ابين البارسنج اكشن يوزنج اس ال ار 1 بارسنج الجوريثم لو في اي اسئله يا باشمهندسين في أي أسئلة يا باشمهندسين؟ اتفضل. عمر؟ دكتور هو أنا ما فهمتش أنا عرفت إزاي إن ده ينفع ال R1؟ أنا وصلت دلوقتي للكيس اللي أنا ما عرفتش أعمل فيها ال R0. ليه ما عرفتش أعمل ال R0؟ لأن نفس الستيت ممكن يكون فيها أيتم يعمل شيفت وأيتم يعمل ريديوس. أوكي؟ تمام لكن عشان اعرف هو بيعمل ال ار 1
اشوف امتى بيحصل الشيفت وامتى بيحصل الريدوس في نفس الستيت. لو لقيت فور ديفرنت لوك اهيد توكنز يبقى ينفع. تعال نشوف اي مساله منهم. مثلا تعالى نشوف هنا في الكيس دي معايا يا عمر. مع حضرتك. اوكي، هنا كانت في المسألة دي ستيت رقم 0 وستيت رقم 2 وستيت رقم 4. لما جيت استخدم ال ار 0 لقيت ان في ستيت 0 فيها ايتم يعمل شيفت وايتم يعمل ريدوس في نفس الستيت، فقلت ما اقدرش استخدم ال ار 0. ستيت رقم 2 برضو بنفس الطريقة وستيت رقم 4، فقلت مش هقدر استخدم ال ار 0. لكن ليه قدرت استخدم ال ار 1؟ لان انا لقيت الستيت 0 اللي فيها شيفت وفيها ريديوس. الشيفت بيحصل لو اللوك اهيد توكن بتاعه قيمه غير اللي موجوده في الـ في الـ اللي بتحصل عندها ريديوس، لان انا عندي هنا اهو. امتى اعمل شيفت في ستيت 0 يا عمر؟ لو اللوك اهيد توكن لو جالي بتاعه، ليفت براكت، لو جالي ليفت براكت. طب امتى اعمل ريديوس ويز ابسلون اللي هو الايتم ده اس از ديفايند اس دوت، ده مقابل ان ريديوس بالابسلون. امتى اعمل ريديوس هنا؟ الشرط في ال LR1 ان هو بيحدد ايه قيمة اللوك اهيد توكن اللي يخليني اعمل ريديوس. فبيقول لي اعمل ريديوس لو اللوك اهيد توكن موجود في الفولو سيت اوف ذيس نون تيرنال. فبتجيب الفولو سيت اوف اس. انت لقيت الفولو سيت اوف اس بكام؟ دولار ورايت دولار براكت. يبقى معنى كده انك هتعمل ريديوس لو اللوك اهيد توكن بتاعك دولار او رايت براكت. لكن بتعمل شيفت امتى؟ الليفت براكت. الليفت براكت. ده غير ده يبقى مفيش مشكله. يبقى البارسنج تيبل بالنسبه لستيت 0 بينت لك ان عند الليفت براكت عملت شيفت، لكن عند اللوك اهيد توكن يا رايت براكت يا دولار عملت ريديوس. يبقى الستيت او الحاله اللي هيحصل فيها الشيفت تختلف عن الحاله اللي بيحصل فيها ريديوس، يبقى مفيش كونفليكت. تمام. واضح يا عمر؟ شكرا. نفس الكلام مثلا ستيت 4 ممكن اعمل شيفت عند الليفت براكت اهو، وممكن اعمل ريديوس عند اللوك اهيد توكن موجوده في الفولو اوف اس. مين الفولو اوف اس؟ اللي هي الدولار والرايت براكت. فلقيت ان نفس الستيت ممكن يكون موجود فيها شيفت وريديوس في نفس الستيت، بس بشرط ان الحاله اللي فيها الشيفت اللوك اهيد توكن اللي بيحصل عنده شيفت غير اللوك اهيد توكن اللي بيحصل عنده ريديوس. لكن لو كانوا كلهم نفس اللوك اهيد توكن ينفع؟ لا ما ينفع. ما ينفعش. هقول ان انا ما اقدرش استخدم الاس ال ار 1. تمام. الشرط ان انا اقدر استخدم الاس ال ار 1 ان اللوك هيد توكن اللي بيحصل عنده الشيفت غير اللوك هيد توكن اللي بيحصل عنده الريديوس. اوكي تمام. طيب كده احنا خدنا تو اكزامبلز، لان الاكزامبلز دي ما ينفعش ان انا استخدم فيها ال ار 0، لكن ممكن استخدم فيهم مين؟ الاس ال ار 1. الشرط في الاس ال ار 1 ان انا لو كان في اي ستيت فيها تو ديفرنت اكشنز، الكيس او اللوك اهيد توكن اللي بيحصل عنده الشيفت غير اللي بيحصل عنده الريديوس. عشان كده انا قلت لكم ان الالجوريثم ده مهم. هيسالك سؤال ويقول لك امتى تقول ان الجرامر ده هو اس ال ار 1 جرامر. معناها ايه؟ ان اي ستيت فيه لو حصل فيها ايتم يعمل شيفت يبقى اللوك اهيد توكن يختلف عن اللوك اهيد توكن اللي بيسبب ان نفس الستيت تكون فيها ريديوس. فمهم قوي التو كونديشنز دول. لو كان عندي مثلا ايتم يعمل شيفت، هنا بيعمل شيفت عند الايه اللوك اهيد توكن بيساوي اكس، وبيعمل ريديوس عند اللوك اهيد توكن بيلونجز تو الفولو اوف بي، يبقى لازم الاكس مش موجوده في الفولو اوف بي. شرط ان الاكس ما تبقاش موجوده في الفولو اوف بي. ولو كان في تو كومبليت ايتمز يبقى لازم هنا مثلا واحد بيرديوس بالاي واحد يعمل ريديوس بالنون تيرمينال بي. الكيس اللي هيعمل فيها ريديوس للاي امتى؟ لو اللوك اهيد توكن موجود في الفولو اوف كابيتال اي. وامتى يعمل ريديوس بالبي؟ لو اللوك اهيد توكن موجود في الفولو اوف بي. الشرط ان التيرمينالز دي تختلف عن التيرمينالز دي، يبقى لازم الفولو اوف اي انترسكت الفولو اوف بي از امتي. مهم قوي التو رولز دول يا باشمهندسين. لو في حد عنده اي اسئله تانية يعمل ريز هاند قبل ما نكمل. لو
لو في حد عنده أي أسئلة. هاجر تفضلي، هاجر تفضلي. في أسئلة؟ ممكن الكونديشن التاني معلش عشان انا ما فهمتوش قوي. دلوقتي انا عندي two conditions لازم يتحققوا عشان اقول ان الجرامر ده هو اس ال ار 1. ايه الكونديشنز دي؟ نركز كويس عشان اخلي الجرامر بتاعي اس ال ار 1، يبقى لازم نفس الستيت لو كان فيها تو ديفرنت ايتمز، واحد يعمل شيفت وواحد يعمل ريديوس، يبقى لازم ايه الحاله اللي بيحصل فيها الشيفت تختلف عن الحاله بتحصل فيها ريديوس. امتى بعمل ريديوس؟ لو كان اللوك اهيد توكن بيلونجز تو ذا فولو سيت اوف ذا لانترنال. فلو لقيت ايتم بيعمل شيفت وايتم بيعمل ريديوس، يبقى لازم الاقي الاكس مش موجوده في الفولو اوف بي، يبقى كده مفيش اي شيفت ريديوس كونفليكت. طب الكيس الثانيه بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان انا عندي تو كومبليت ايتمز، واحد فيهم ايه از ديفايند از الفا دوت والثاني بي از ديفايند از بيتا دوت. معناها الايتم الاولاني ده معناها ايه؟ ان انا ممكن اعمل ريديوس وذ ان انترنال ايه، والايتم الثاني بيقول لي ان انا ممكن اعمل ريديوس وذ ان انترنال بي، بس هما الاثنين في نفس الستيت. عشان ما يحصلش contradiction اشوف امتى هيحصل الريديوس بالرول الاولانيه. امتى يحصل يا هاجر؟ لو كان اللوك اهيد توكن موجود في الفولو اوف ذا انترنال ايه. وامتى يحصل ريديوس بالرول الثانيه؟ لو الفولو سيت اوف ذا انترنال بي كونتيننج اللوك اهيد توكن، يعني اللوك اهيد توكن دوت بيلونجز تو ذا فولو سيت اوف بي. بس انا عايزه اخلي نفس الستيت ممكن يحصل فيها، يبقى موجود فيها تو ايتمز واقدر برضه اشتغل البارسر. يبقى الشرط بتاعي ايه؟ ان الكيس اللي بيحصل فيها ريديوس بالاولانيه تختلف عن الكيس اللي بيحصل فيها ريديوس بالثانيه. يعني مفيش ايتمز مشتركه ما بين الفولو اوف اي والفولو اوف بي، يعني فولو اوف اي انترسكت فولو اوف بي از امتى. شفتيها يا هاجر؟ تمام كده دكتور، شكرا. واضح؟ تمام. اتفضل. في حد عنده أي أسئلة يا باشمهندسين؟ في أي حاجة مش واضحة لغاية دلوقتي؟ طيب دلوقتي إحنا عندنا إيه؟ قلنا باجي أشوف بعد ما بجيب، يعني نفس الستبس في الأول هي هي، هجيب الأول الأيتمز، هجيب الأيتم الـ LR0 items، هجيب الـ NFA of LR0 items، هجيب الـ DFA of LR0 items بعد ما بحول الـ NFA إلى DFA في subset construction. هاخد ديسيجن هل هكمل بالار 0 ولا لا على حسب الكونديشنز اللي قلناها. لقيت ان انا مش هينفع اكمل بالاس ال ار 1. شرط الاس ال ار 1 قلنا ايه؟ التو كونديشنز اللي لسه بنقول عليهم، ان لو كان في شيفت ايتم وريديوس ايتم يبقى لازم يبقوا موجودين في تو ديفرنت كيسز. يعني لوك اهيد توكن هنا اللي هو الاكس مش موجود في الفولو سيت اوف بي. لو في تو كومبليت ايتمز يبقى لازم الفولو اوف A انترسكت فولو اوف B يبقى امتي. لو حصل الكيس الاولانيه دي ما اتحققتش هتسبب شيفت ريديوس كونفليكت. لو حصل الكيس الثانيه ما اتحققتش هيسبب ريديوس كونفليكت. طب تعالوا نشوف مع بعض مساله بعد ما جينا نحلها حصل فيها شيفت ريديوس كونفليكت. في الحاله دي بيقول لي احل المساله ازاي لو وصلت ان انا حتى الاس ال ار 1 في شيفت ريديوس كونفليكت. فبيقول لي في طريقه انك تعمل ايه؟ تحط ديس امبيجويتنج رول. الديس امبيجويتنج رول دي لو هو عنده تو اكشن شيفت وريديوس هيبريفير الشيفت اوفر الريديوس. لكن لو لقيت الكيس فيها ريديوس كونفليكت هتقول له ان انا لا يمكن احل المساله خلاص باستخدام الاس ال ار 1، ولازم في الحاله دي تعمل ايه؟ تدور على طريقه ثانيه للبارسنج، لان ده هيبقى معناها ان في اصلا غلط في الديزاين اوف ذا جرامر. يبقى البارسنج كونفليكت ان اس ال ار 1 بارسنج از ويز اول شيفت ريديوس بارسنج ميثودز كان بي اوف تو كايند، يا اما شيفت ريديوس كونفليكت او ريديوس كونفليكت. دلوقتي البارسنج كونفليكت هيكون يا اما شيفت ريديوس او ريديوس كونفليكت.
لو هو عنده شيفت ريديوس وعايز يحل المساله برضو بالاس ال ار 1 ده هنا في كونفليكت، نعمل ايه؟ هستخدم ديس امبيجويتنج رول. ذير از ا ناتشرال ديس امبيجويتنج رول بتقول لي ايه؟ بريفير ذا شيفت اوفر ذا ريديوس. لو وصلت للمساله وجيت تعمل اس ال ار 1 ولقيت ان في ستيت فيها شيفت ريديوس كونفليكت، هتقولي انا ممكن احط ديس امبيجويتنج رول تو بريفير الشيفت اوفر ريديوس، وتخلي فيه كونديشن واحده بس اللي هي بتمثل الشيفت وتحل المساله. لكن لو جالك الكيس اوف ريديوس ريديوس كونفليكت خلاص لا يمكن حل المساله، لان ده معناه ان الجرامر غلط. لو جالك ريديوس ريديوس كونفليكت از مور ديفيكلت، such conflicts often indicate an error in the design of the grammar. يبقى لو وصلت ان في reduce reduce conflict يبقى ده معناها ايه؟ في error in the design of the grammar. يبقى انا بعد ما جيت احل المساله ووصلت لعملت ال SLR1 parsing table، وهفترض ان انا وصلت ان انا عندي ايه؟ في some state فيها shift reduce conflict، هقول له لو انت برضو عايز تكمل باستخدام ال SLR1 استخدم لي this ambiguating rule to prefer shift over reduce، وبدل ما يبقى فيه عند نفس الانتري فيها two choices اختار الchoice اللي بيعمل shift. لكن لو جالك مسألة وفيها reduce reduce conflict هتقول ان انا مش هقدر احل المسألة ويبقى فيه error in the design of the grammar. Preferring the shift over the reduce in a shift reduce conflict automatically incorporates the most closely nested rule for the dangling else ambiguity in if statement. يبقى to prefer a shift over a reduce كأني بالضبط بحل المسألة اللي هي مقابلة مثلا في الـ if statement للـ most closely nested rule. لو أنا بحل المسألة اللي فيها dangling else ambiguity في الـ if statement هتلاقي إنه يظهر لك shift reduce conflict، وممكن تحلها باستخدام الـ disambiguating rule اللي بتقول لي preferring a shift over a reduce. نشوف الكلام ده بإكزامبل عملناه إزاي. مثلا ان هو مديني الجرامر اوف اف ستيتمنت. الجرامر اوف اف ستيتمنت كان بيقول لي اس از ديفايند از اف ستيتمنت اور اذر، ده سمبليفايد اف ستيتمنت. الاف ستيتمنت هي اف ستيتمنت اور اف ستيتمنت الس ستيتمنت. اول خطوه هعملها عشان احل المساله ان انا هعمل اوجمنتيشن وذ نيو ستارت سيمبل اللي هو الاس داش از ديفايند از اس. اصبح عندي دلوقتي ادي الثلاثه رولز، هبتدي اكون الاول الـ items. انا هسيبكم انتوا تعملوا الجزئين الاولانيين في المساله، ان انت تعمل الاول الـ items هيطلعوا 8 items، هتبتدي ترسم لي اكتر من 8، هنكون الـ items كلهم، وبعد كده هنكون ايه الـ NFA of LR0 items، وبعد ما اعمل الـ NFA هحولها الى الـ GFA. بعد ما عملت الـ GFA لقيت ان الـ GFA هو اللي فيه 8 states. الـ GFA وصل ان فيه 8 states من 0 الى 7، هبتدي اشوف كل ستيت فيهم معناها ايه، هل ينفع اكمل بالال ار 0 ولا بالال ار 1 ولا ما ينفعش خالص. نشوف هنعمل ايه. مثلا ستيت 0 كلها شيفت ستيت، ستيت 1 دي ريديوس ستيت. معلش بس وانتم بتاخدوا بالكم هنا الدي اف اي اي رقم 9 هنا هي داش، بس هي غلطه في التايبنج. هنا اس داش ارو دوت اس، اس داش از ديفايند اس دوت اس، في اي 9 هنا ريبليس داش. ستيت 0 هنا هي ستيت شيفت ستيت، ستيت 1 ريديوس ستيت، ستيت 2 ريديوس ستيت، ستيت 3 ريديوس ستيت، ستيت 4 شيفت ستيت، ستيت 6 شيفت، ستيت 7 ريديوس ستيت، ستيت 4 قلناها خلاص. المشكله الوحيده في ستيت رقم 5. ستيت 5 لو حبيت اكمل باستخدام ال LR0 parser هلاقي ان في 1 item complete item وفي 1 item shift، يبقى ما اقدرش استخدم ال LR0 من الاول لان فيها shift reduce conflict بالنسبه لل LR0. طب تعالى لل LR1. لل LR1 هل ينفع استخدم ال SLR1 ولا لا؟ هتلاقي ان انا هنا فيها shift، فيها ده reduce item عند ال follow set of i، وفيها shift عند ال else. يبقى اول خطوه اعملها اجيب ايه؟ اجيب ال follow set of the non-terminal. تعالوا نجيب ال follow set بتاعتنا. ال follow of s dash بكام؟ بدولار. ال follow of s contains the follow of s dash والfollow of s فيها كمان else، يبقى الfollow sets بتاعتنا الfollow of s dash فيها دولار، الfollow of s فيها الدولار والelse. ال i الfollow of i contains the follow of s ومفيش حاجة تانية، يبقى الfollow of i فيها برضو الدولار والelse. يعني يهمني دلوقتي الfollow of s فيها الدولار والelse. تعالى نرجع للstate رقم 5. state رقم 5 فيها ايه؟
فيها one item يعمل reduce عند ال full of i. ال full of i بكام؟ دولار و else. يبقى معنى كده ان لو اللوك اهيد توكن دولار او اللوك اهيد توكن else المفروض ان انا اعمل ايه؟ اعمل reduce with the rule if statement is defined as if followed by statement او capital I is defined as if capital S. طيب وعند اللوك اهيد توكن بيساوي else ممكن اعمل ايه؟ اعمل shift. يبقى في هنا two action في بينهم contradiction. ممكن اعمل reduce عند الدولار والالس واعمل شيفت عند الالس كده اصبح ايه؟ اصبح ان في النون في التيرمينال او اللوك اهيد توكن اللي بيعمل الشيفت موجود ان ذا فولو سيت اوف ذا نون تيرمينال اللي ممكن يعمل ريدوس. يبقى في الحاله دي هقول ان في كونتراديكشن يبقى مش هقدر استخدم الاس ال ار 1 او في ايه شيفت ريدوس كونفليكت يبقى مش هقدر استخدم الاس ال ار 1 الا لو انا استخدمت الرول اللي disambiguating rule اللي بتقول لي prefer shift over reduce. يعني في الكيس بتاعت الالس يا ترى اعمل شيفت بالالس ولا اعمل reduce بالرول دي؟ لو استخدمت disambiguating rule هستخدم الشيفت يبقى كان الانتري في التيبل هيبقى فيها بس الالس يبقى ممكن اكمل باستخدام الاس ال ار 1 parser. يبقى من هنا parsing conflict caused by the dangling else problem occurs in state 5 of the DFA. Where the complete item, اللي هو I, is defined as if S dot, indicates that a reduction by the rule I is defined as if S is to take place on inputs else and dot. While the item I is defined as if S dot else S, indicates that a shift of the input token is to take place on else. This results in a shift reduce conflict in the SLR1 parsing table. يبقى واحد فيهم بيقول لي reduce واحد بيقول لي shift. عند نفس الايتم هنا هعمل reduce عند الالس والدولار وهنا هعمل shift عند الالس. اصبح فيه shift reduce conflict. لو عايز اكمل بالSLR1 يبقى لازم استخدم ايه؟ disambiguating rule to prefer shift over reduce. And remove the conflict and parse according to the most closely nested rule. يبقى عشان احل البروبلم دي هاجي في state 5 واطبق الديسامبيجويتنج رول بتاعتنا. تعالوا نكون التيبل دي اصلا مع بعض step by step عشان اكون البارسنج تيبل. ابتدي في كل state. state 0 هي shift state. انا عارفه كل ال shift items يعني عند الاذر هروح state 3 عند الاف هروح state 4 عند اي هروح state 2 وهكذا. ادي هكون في state 0 كلهم shift اهو وبكتب الجو 2 عند النون تيرمينالز اللي هي الاس والاي. State 1 بتديني reduction with S dash is defined as S عند ال follow set عند ال look ahead token موجودة في ال follow set of S dash اللي هي الدولار. يبقى هاجي عند الدولار اكتب ال accept. هكمل كل states زي ما عملنا قبل كده. الستيت الوحيدة اللي هتفرق معايا هي state رقم 5 هي اللي كان فيها shift reduce conflict. لو بصيت كده في state 5 تاني. state 5 بتقول لي ايه؟ بتقول لي هتعمل reduce بالرول I is defined as if S امتى؟ عند اللوك اهيد توكن موجوده في الفولو سيت اوف اي. ايه اللي موجود في الفولو سيت اوف اي؟ الدولار والالس. يبقى المفروض ان انا اجي عند الدولار واعمل ريديوس with the rule I is defined as if S واجي عند الالس برضو واعمل ريديوس بنفس الستيت. بس ستيت خمسه ستيت خمسه فيها هنا شيفت عند الالس. يبقى اصبح دلوقتي عند الالس في حاجتين يعمل شيفت يعمل ريدوس. بس هو بيقول لي لو عايز تكمل باستخدام الاس ال ار 1 يبقى لازم تعمل ايه؟ تعمل تو ريموف الامبيجيتي باي يوزنج ديس امبيجويتنج رول. الديس امبيجويتنج رول بتقول لي ايه؟ بريفير الشيفت اوفر ريدوس. يبقى هبريفير الكيس اللي فيها الشيفت. يبقى كان انا هاجي في الانتري دي وهعمل بريفير للرول اللي فيها الشيفت يبقى هعمل شيفت واروح لستيت 6. والاكشن اللي هو كان ممكن يريدوس مش هكتبه هنا لان انا هستخدم ديس امبيجويتنج رول تو بريفير الشيفت اوفر الريدوس. يبقى ده معناها ايه؟ ان انا لو حصل لي في الاس ال ار 1 شيفت ريدوس كونفليكت هستخدم ديس امبيجويتنج رول تقول لي بريفير الشيفت اوفر الريدوس واكمل البارسنج بتاعي. باقي الستيتس مفيش اي مشكله كونت البارسنج تيبل اقدر اعمل البارسنج اكشن. يبقى من هنا ايه؟ لو فرض في حالة ال SLR1 كان في state ممكن تعمل لي shift و reduce عند نفس اللوك هيد توكن
هقول له ممكن. لو عايز تكمل برضو باستخدام الاس ال ار 1 زي المساله دي هتعمل ايه؟ هتستخدم this ambiguating rule to prefer a shift over a reduce. الحاله دي هتعمل ايه؟ to prefer a shift over a reduce وتخلي اكشن واحد موجود في الانتري بتاعتك وتكمل البارسنج اكشن عادي. يبقى في المساله دي البارسنج كونفليكت قدرت اتغلب عليه ان انا استخدمت this ambiguating rule to prefer a shift over a reduce. ونكمل الاكزامبل ده للاخر باستخدام كده كأن انا عملت ايه الموست كلوزلي نستد رول. الاكزامبل ده لو حليناه للاخر يبقى احنا خلصنا اخر حاجه في الشابتر وخلصنا اخر حاجه في الكورس الحمد لله. اللي عنده اي اسئله اتفضل. اللي عنده اي اسئله؟ اللي عنده اي اسئله؟ سامويل اتفضل. اتفضل سامويل. بعدين يا دكتور، هو احنا هنا في الاس ال ار 1 بنحتاج نعمل يعني ليفت ريكيرجن ريموفر او حاجه زي كده زي لا مفيش خالص، مفيش ولا ليفت ولا اي حاجه خالص. الجرامر زي ما هو بتستخدمه مباشره. الكيس الوحيده اللي انت عملت فيها حاولت تعالج فيها الكونفليكت لو جالك ان في نفس لوك هيد توكن يحصل عنده شيفت وريديوس، فبقول شيفت ريديوس كونفليكت، يبقى انت ممكن تستخدم الديس امبيجويتنج رول تو بريفير الشيفت اوفر ريديوس. لكن ما فيش اي لعب في الجرامر قبل ما تشتغل. وخد بالك ان الجرامر رولز مكتوبه بالبي ان اف. تمام. اللي بتعمل فيه ليفت ريكيرشن ريموفال ده ال ال 1 ده في التوب داون، احنا بنشتغل بوتوم اب. تمام شكرا. اللي عنده اي اسئله يا باشمهندسين؟ الحقيقه هو مطلوب منكم لكل الكورسز اللي انت بتاخدها انك لازم هتعمل كويستشنير او فاينل كويستشنير عن الماده. فانا عملت تشيك قبل ما ادخل المحاضره لقيت ان هما لسه ما نزلش الكويستشنير بتاع الماده، هتشيك دلوقتي تاني. لو كان نزل هنعمله، لو ما كانش هتفق معاكم لازم تدخلوا تاخدوه تعملوا كويستشنير وانا هكون باديه معاكم السيشن، والا مش هتطلع لك النتيجه اساسا. فانا هتشيك بس الاول هل هما فتحوه ولا لا. للأسف لسه مقفول، هو المفروض هيفتح من يوم 1 يناير. هو امبارح واول امبارح كان مفتوح، والمحاضرات اللي فاتت كانت ممكن تفتحه، النهارده ما اعرفش قفلوه تاني. فدلوقتي انا لو مندوب الدفعه معاكم عايزه اتفق معاكم على ميعاد هندخل مع بعض، هتبقى هي دي نص ساعه نعمل ريفيجن اللي عنده اي اسئله، وفي نفس الوقت نعمل الاستبيان دوت ولا الكويستشنير اللي هم عايزينه. ده الكويستشنير بياخد 10 مينتس وناخد 20 مينتس اللي عايز يعمل ريفيجن. بس بلاش نستنى لغايه الخميس الجاي لان هيبقى فيه الناس اللي عندهم اعياد. فممكن اليوم اللي قبل السكشن اللي انتوا هتاخدوا غالبا يوم الاحد هيبقى سكشن، في سكشن مجمع كله لشابتر 5، فممكن قبليه ناخد نص ساعه يبقى ليكتشر ريفيجن بلس الكويستشنير اللي انتوا هتعملوه، لان انا لازم اكون موجوده، ما ينفعش في التيوتوريال تبتدوا فيه الكويستشنير. فمين مندوب الدفعه يعمل ريز هاند بس ويقول لي الميعاد المناسب ليكم. عشان احمد مصطفى اتفضل. ايوه دكتور. هو الميعاد المناسب لينا يعني، طب هو دلوقتي التوتوريال هتبقى يوم الاحد، هل هتبقى اوف لاين ولا اون لاين ولا هيبقى نظام؟ انتوا بتفضلوا ايه عشان ابلغ الباشمهندس سامعين؟ نفضلها ان احنا تبقى اونلاين يعني، وخاصه احنا كده كده لسه هيبقى فيه مناقشات وبتاع ما اعرفش ايه وكده عشان المشاريع، فيفضل انها تبقى اونلاين عشان كمان زي ما عليك عارفه الفاينلز بقى داخله، فاحنا محتاجين نقعد فيها عشان نلحق نذاكر. لو انتوا يوم الاحد واونلاين ايه الوقت المناسب ليكم عشان ما يتعرضش مع اونلاين ماده ثانيه؟ عشان هبلغ المهندسه معايا يعني. طب هل ممكن يا دكتور ابلغ حضرتك يعني على النهارده بالليل كده، لان لسه في كذا ديسكشنز لكذا مشروع، فاحنا لسه بنحدد مواعيدها وفي كويز لماده النتوركس وكده، فبس عشان ابقى ظبطت الجدول وهبلغ حضرتك النهارده بالليل. مش بعد الساعه 10 يعني، الصبح لازم يبقى الصبح يعني. قبل الساعه 10 ان شاء الله هبلغ حضرتك يعني. لا مش تبلغني يوم الاحد لو هنعمل كويستشنير، ممكن انا مناسب ليا مثلا لحد الساعه 10 الصبح. تمام
خلاص هأكد على حضرتك يعني النهارده ان يعني شاء الله. هتأكد هتكونفيرم معايا، وعلى أساسه هناخد على تحضروا كل الأسئلة اللي انتوا عايزينها في الكورس كله بلس الايه الكويشنير. هناخد 10 minutes للكويشنير و20 minutes revision. الأول هتخلص من عندي تبتدي تاخد التيوتوريال مباشرة بتاع الكومبايلر وتبقى خلصت المادة خالص. بالتالي ده كده طيب أحسن حاجة مناسبة هل ليك. حضرتك يا دكتور دلوقتي يعني بتشوفي المسجز اكتر على الايميل ولا على تيمز عشان لما ابعت لحضرتك؟ ابعت على التيمز مش مشكلة، هركز أنا في بالي من التيمز دلوقتي. تمام. طبعا في أي وقت بفتح التيمز، بس معلش هركز معاكم عشان أعرف الميعاد إمتى. على أساسه هعمل سكيدول لميتنج يبقى فيه ريفيجن بلس كويستشنير للأول، ووراه على طول هتفق مع مي تعمل معاكم التوتوريال بحيث إيه تخلصوا المادة كلها يوم الأحد وتخلصوا. أنتوا إمتى الديسكشن بتاعتكم المشاريع؟ الديسكشنز بتاعتنا والله كان الجدول نزل تقريبا، انا بصراحه لسه ما دخلتش ميعاد جدول ميعاد التيم بتاعي، بس هو كان خلال الاسبوع اللي احنا داخلين عليه ده يعني. يعني مش يوم الاحد، اللي انا بقصده ان هو مش يوم الاحد ولا فيه الاحد. هأكد على دلوقتي، يعني المهم ما يحصلش كونتراديكشن بس بين السكشن والريفيجن يعني ما يبقاش كله في وقت واحد. يعني انا عايزه اخلص يوم الاحد الماده بتاعتكم دي خالص لو سمحت. اوكي تمام. فيها لو حد عنده اي اسئله بلغ بقيه الدفعه، اللي عنده اي اسئله يحضر الاسئله دي يوم ما ندخل. هي جاست نص ساعه، 10 minutes هتعمل كويشنير و20 minutes اللي عنده اسئله، ويبقى خلصنا الماده دي خالص. تمام ماشي يا باشمهندسين. يلا في اي اسئله دلوقتي؟ حد عنده اي اسئله؟ كل سنه وانتم طيبين، كورس خلص الحمد لله. سلام عليكم.